سعيدة بلقياكم في حلقة جديدة من برنامجكم زينوزان. في لو سومير اليوم غادي نكتشفوا مستحضرات مغربية طبيعية 100%. أما مع غزلان فغادي تورينا طريقة غادي نصوبوا بها دي ماكيون. عندنا فقرة غلوكين، أما الآن نبداو الجولة ديالنا في عالم مستحضرات الجمال. هاد الأسبوع ما تنقاوموش متعة تقديمكم واحد العطر الرجالي اللي هو لو دازاغو بوغوم. هاد الرائحة الذكورية تتمزج بالنكهات الطازجة والحسية، والوجه اللي تيجسدها هو المغني إنريكي إغليسياس، سفير العلامة منذ 2009. وماشي غير العطر الجميل اللي جذبنا، لكن كذلك الفيلم الإشهاري فين تنشاهدو النجم تحت حلته المعتادة. البشرات الدهنية اللي تتعاني من مشاكل تتعرف مزيان مجموعة نغمة داغم ديال فيشي. لإكمال هاد لاغام تم إطلاق علاج نغمة داغم توتال مات، وعبارة على جال مرطب طازج تمنع اللمعان ومضاد العرق، فهو تقدم نفسه كأحسن رفيق لفصل الصيف. سيرتو تعزات بجزئيات ديال لابودغ اللي تتقوم بدور أن بوفار تمتص جميع الدهنيات، غير قابلة للالتصاق وخفيفة، تركيبته غادي تعجب النساء وكذلك الرجال. آخر مولود المجموعة أنتياج ديال إستيلودر ولا ريفيتلايزين كريم اللي تتوعد بتوقع الإجابة على جميع متطلبات البشرة. بفضل تكنولوجيا أنتويجين تتساعد في تقليل آثار السن المختلفة كالتجاعيد، تلاشي العضلات، الجفاف والنقص في الإشراقة. تركيبته الحسية ذات العطر الجميل تجعل البشرة أكثر نعومة وإضاءة غير في 4 ديال الأسابيع. إلا سبق لكم ومريتوا بين رواقات لافايات في الدار البيضاء، غادي تكونوا لاحظتوا أن ليسباس بوتي هو غني بالاختيارات. بالفعل منذ الافتتاح في نوفمبر الماضي، لي غاليري كانوا السباقين في استقبال علامات تجارية حصرية بالنسبة للمملكة. فغير داخل لي غاليري غادي تقدروا تلقاو عطور أنيك غوتال وأغماني بريفي، مجموعة مكياج بربري ميك اب بايتيري أو جورجو أغماني كوسميتيكس، وكذلك تصاميم لارتيزان بارفومور وبنهاليغونز. في غالب الاحيان تنشرو مستحضرات تجميل جايه من فرنسا، الجابون او ليزيتازوني، وتنساو بان في المغرب تيصنعوا مستحضرات تجميل مغربيه 100% وطبيعيه. اكتشفوا معنا هذا الشيء في الغوبورتاج. مؤخرا كثير منا تخوفا من الامراض اللي تقدر تلحق بالذات، بداو تيبتعدوا على المواد الكيماويه وتيتجهوا للمواد الطبيعيه المصنوعه اساسا من الاعشاب. وفي المغرب لإرضاء متطلبات السوق فتلاحظوا تكاثر العلامات التجارية اللي سلكات هاد الدرب، فصبحت تتنتج مستحضرات للوجه والذات بالإضافة لزيوت التدليك، منتوجات طقوس الحمام المغربي، عطور ومعطرات البيوت إلى آخره، غير باستعمال مواد طبيعية مستخرجة أساسا من الموارد المحلية المغربية. والمزايا ديال هاد الموارد كثيرة كما غادي يتم الشرح ديالها. أهم مكون للمنتوجات هو زيت الأرغان، وهو مرطب للبشرة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على عدة أحماض اللي كتحمي البشرة وكتساعدها على التفتيح، وكذلك كتقويها وكتحميها من التجاعيد. كما أن هناك أيضا ثاني مكون أساسي وهو زيت التينشوكي اللي هو الكرموس الهندي بالدارجة المغربية ديالنا. الفاكهة اللي هي متوجدة بشكل كبير في المغرب كتعطينا واحد الزيت اللي هي نادرة. علاش؟ لأنه كتطلب واحد الكمية هائلة من الفاكهة باش كتقدر تعطينا بعض الليترات، ولكن المزايا ديالها جد هامة، فهي أيضا كتحتوي على عدة أحماض دسمة اللي كتعالج البشرة المتضررة وكتساعد على ترميمها، كما أنها كتساعد على حمايتها. وهناك أيضا مستخلص التمر، فهي جد مغذية مرطبة للبشرة، وكما أنها كتساعد على تجديد خلايا البشرة. بالإضافة لهذه الثلاثة ديال المستخلصات، فستستعمل مواد أخرى بحال الحنة، الغسول أو الصابون البلدي المعطر لأغراض الحمام، الأعشاب المتنوعة وذات الاستعمالات المتعددة اللي تتشرب على شكل ديزانفوزيون. أما ليزويلز إيسانسيال فتدخلوا في صنع زيوت التدليك اللي لازم تستعمل في مراكز خاصة. السيدة خديجة قباش غادي تشرح لنا أغراض هاد الزيوت. عندنا زيوت للتدليك. للتدليك مصوبين بجوج الحوايج، اولا زيت نباتيه هي زيت لوزة المشمش، وكنزيدوا عليها زيوت هريج العطر. الا كان زيت للتنحيف كنزيدوا فيها زيت اليازير، زيت هريج العطر اليازير، وزيت هريج العطر ليمونغراس. ليمونغراس ما كيكونش هنا في المغرب، كنجيبوه من واحد المنطقه مدغشقر. دونك هادو كنخلطوهم وكتجينا واحد زيت للتدليك
كتصلح للتنحيف. عندنا زيوت اخرى بحال زيت ديال الاسترخاء مصوبه بزيت عاوتاني نباتيه ديال اللوزه المشماش، ومصوبه بزيت ارج العيط ديال اللويزه. وديال الاسترخاء زيدون عندنا حتى زيت ارج العطر ديال الرنجه، حتى هي كتعطي واحد الراحه. هاد المنتوجات اللي المنافع ديالها كثيره هي 100% طبيعيه، فما تتشكلش اضرار على المدى البعيد، لكن هذا ما تعنيش ان كل ما هو طبيعي توالم جميع البشرات، فلازم كل وحده منا تختار المواد الطبيعيه الخاصه بنوع البشره ديالها، وكذلك اللي غادي تقدر تجاوب على احتياجاتها. هذه وحده من النصائح، اما دابا فتنخليو الاخصائيات يقدموا لنا نصائح اخرى. اهم نصيحه اللي نقدروا نعطيوها للسيدات المغربيات وهي انه خاصنا نعرفوا بانه ماشي اي منتوج طبيعي فهو مزيان فهو مفيد. فالمنتوج الطبيعي يقدر يكون بنفس الخطوره واكثر من منتوج كيميائي اذا ما كانش مدروس ومصدق ولا مصدق عليه من مراكز معروفه والاصل ديالو يكون معروف. النصيحه اللي يمكن لي نعطي للمغربيات والمغربيين حتى الرجال يمكن لهم يستعملوا هذه المواد، هي بان خصنا نستعملوا هذه المواد 100% طبيعيه و100% مغربيه، ما فيهمش ريحه صناعيه، ما فيهمش ماده كيماويه، ما فيهمش البارابان، ما فيهمش لي كونسيرفاتور. هادو كلهم اربعه د الحوايج اللي مهمين باش الواحد كيحس براسو وكيستعمل واحد منتوج 100% طبيعي. السيدة المغربية مشهورة بالجمال وبالسحر ديالها، لكن هادشي ما جاش من فراغ، فجدودنا كانوا تيستخدموا المواد المستخرجة من الحقول المغربية للعناية بالشعر وبالبشرة ديالهم. وحنا اليوم كنساء عصريات فتتوجب علينا الحفاظ على الطبيعة الغنية والفريدة ديالنا لتنستخرجوا منها الأحسن الأفضل والصحي أكثر، ماشي غير من ناحية الأكل لكن كذلك الغايات تتخص الجمال. فعلاش ما نكونوش حنا هما أول مستفيدين من ثروات الأرض ديالنا قبل غيرنا؟ للحصول على بشرة نضرة ولا بد من استعمال مزيل المكياج في الصباح وفي الليل. اليوم غزلان غادي تورينا طريقة طبيعية واقتصادية لصنع مزيل المكياج. غزلان شنو هما المقادير ديال هاد مزيل المكياج؟ اليوم كنقترح عليكم كيفية تحضير ان ليدي ماكيون زائد جوج ديال لي تونيك رافريشيسون، واحد بالنسبة للبشرة الحساسة والثاني لجميع انواع البشرة، واللي مليء دي زونتي اوكسيدون وخالي من المواد الحافظة وتطهير وحماية البشرة ديالنا. بالنسبة للغوسيت الاولى ديالنا هي سان ليدي ماكيون، ما كنحتاجوش بزاف ديال المقادير. اللي غنحتاجو ليه 15 غرام ديال الحليب خضر زائد 80 غرام ديال الخيار كما على هذا الشكل هذا اللي كنكونوا سواطحناه ولا كنحكوه. الوغ كنشدو الخيار ديالنا كنزيدو عليه 15 غرام ديال الحليب. 15 غرام ديال الحليب خضر هو من جوج المعالق كبار حتى ثلاثة المعالق كبار ديال الحليب. كنخلطو الخليط مزيان، يكون عندنا على هذا الشكل هذا. من بعد ما كنخلطو الخليط كنشدوه كنطيبوه من 4 حتى 5 دقائق حتى كيفير لينا حتى كيبدا يفير ويخرج منه الدخان بيان سور. ومن بعد كنصفيو، خليكم معايا. من بعد ما كنصفيو الخليط وكنطيبوه من 4 حتى 5 دقائق كنحسوا على واحد الخليط بحال هكا متجانس اللي ما كيكونش فيه حتى فرتيتات ديال الخيار. ومن الاحسن الا كانت صفايه باغ اكزومبل ما كتصفيش مزيان تقدروا ديروا زيف باش كيحيد لكم كاع هذاك الشيء اللي ما غنحتاجوش، ولا كولور ديالو كتكون مايله للخضر وديجا الريحه ديالو ما كنشموش ريحه ديال الحليب بلا حتى حاجه، ما كنشمو غير ريحه الخيار. وكنصحكم هذا المحلول هذا ديروه في قرعه وتخليوه في الثلاجه وكتستعملوه كل مره فيما تبغيو ديماكيو. وواحد الحاجه اللي هي مهمه جدا، هذا المحلول ما يمكنش نحتفظوا به اكثر من سيمانه وفي الثلاجه بيان سور. كنعرفوا بان لو لي ديماكيون ما كافيش بالنسبه باش نقي وجهنا، داكشي علاش كنقترح عليكم ان تونيك لجميع انواع البشره. لاش كنحتاجو؟ كنحتاجو 6 معالق كبار ديال لو جو ديال الخيار، غير كو لو جو ما كنديرو ما كناخذو معاه حتى حاجه.
وباش كنحصلوا على هذا لو جو سوا كنديروا في الماشين اللي كتعزل لنا لو جو بوحدو والخيار بوحدو سينو كنقدروا نحكوه وكناخذوا هذوك 6 المعالق ديالنا كبار ديال لو جو وكنحتاجوا معلقه كبيره ديال عصير ديال الحامض ومعلقه كبيره ديال الماء ورد كنخلطوا كل شيء سهل جدا كنحركوا الخليط ديالنا حتى هو بحال الاول اون فوا كنحركوه صافي ولا عندنا ان تونيك رافريشيسون لجميع انواع البشره وتا هذا كنحتفظوا به في الثلاجه من بعد كل يوتيليزاسيون وكنحتفظوا به سيمانه ما كيفوتش سيمانه بالنسبه للريحه ديالو فهي ريحه زوينه ما كنشمو لا ريحه الحامض لا ريحه الخيار غير ريحه الورد ميم سي ريحه الحامض ولا ريحه الخيار ما غديرونجيناش بالنسبه لهذا لو تونيك رافريشيسون اون فوا كنديماكيو وجهنا بالحليب اللي صوبنا من بعد كنمسحو بهذا لو تونيك رافريشيسون هذا لو تونيك اشنا هو الدور ديالو الدور ديالو هو كيحيد لينا كاع هذوك لي زامبورتي اللي كيبقاو لاصقين مع الحليب ومع الماكياج دونك سي بحال قلتيو اون دوزيام ايتاب باش كنطهروا وكنقيو الوجه ديالنا بالنسبه للغوسيت الثانيه فهي عباره على تونيك رافريشيسون ولكن هذه المره بالنسبه للبشره الحساسه بالنسبه للمقادير كناخذوا كاس ديال الماء سخون كناخذوا اتاي كناخذوا معلقه كبيره ديال العسل الحر بيان سيغ ومعلقه كبيره ديال زيت الخزامه الوغ كنشدوا الكاس ديال الماء كنصوبو عادي بحال كنصوبو لينا اتاي كنخليوه واحد 3 دقائق بما تلق لينا بحال غنصوبو اتاي اللي غنشربوه بيان سور كنقدروا نخليوه باغ اكزومبل يجي الكاس ديالنا قاصح باسكو ما غنشربوش كل ما تلق فيه اتاي كل ما كان مزيان للبشره ديالنا على خليط على هذا الشكل هذا كنزيدوا عليه معلقه ديالنا ديال العسل الحر وكنزيدوا عليه معلقه كبيره ديال الزيت ديال الخزامه اللي كنلقاوه في ما سولنا نقدروا نلقاوه وبالنسبة لهاد الزيوت مزيان يكونوا عندنا في الدار ماشي بالشرط تاع نبغيو نديرو اون غوسيت عاد نمشيو نقلبو عليهم دونك ابخي كنخلطو الخليط مزيان ديجا كوم الكاس كوم الماء سخون العسل دغيا كيذوب ما كنلقاوش معاه مشكل ابخي كنحسو على واحد الخليط اللي على هاد الشكل هذا والريحه ديالو الريحه ديال الخزامه ما كنشمو لا ريحه اتاي لا ريحه ديال العسل سي كو ريحه الخزامه الوغ بالنسبه لهذا لو تونيك رافريشيسون حتى هو بحالو بحال الاخرين كنحتفظوا به في الثلاجه ما كنفوتوش السيمانه وتا هو كنمسح به من ورا لو ديماكيون بالنسبه لهذا غديروا السيدات اللي عندهم بشره حساسه بالنسبه لو بروميير تونيك رافريشيسون بالنسبه هذاك بالنسبه لجميع انواع البشره كنتمنى الوصفات تكون نالت اعجابكم كنتمنى تجربوها في ديوركم بالنسبه للوصفات كاملين فالرائحه ديالها كانت رائعه جدا كنضرب لكم موعد الاسبوع المقبل ا تري بيانتو الى بغيتو نتوما تحصلوا على لوك جديد وتستافدوا من خبرات المهنيين في مجال الجمال والستيليزم ما عليكم الا تشاركوا معنا في البرنامج شاهدوا معنا اللوك الجديد اللي حصلت عليه هذه الفتاه سميتي نسرين عمري 24 عام جيت لغلوكينغ باش نبدل الستيل ديالي من سبور لشي لباس اللي فيه الوان صيفيه الوان اللي تبدل شويه من الستيل ديالي بغيت نبدل الستيل ديال الشعر ديالي اللون ديال الشعر ديالي باش نبين مظهر جديد
دونك بالنسبه للمكياج بغيت ندير شي حاجه اللي غادي توالم ستيل ديال الباس ديالي ستيل ديال الشعر ديالي. نسرين اللي جات عندنا اليوم فعلا تحتاج لتغيير جذري في طريقه اللباس ديالها اللي بغاتو يكون اكثر على موضه هذا الفصل. اما من ناحيه الشعر والمكياج فاجيو نشوفوا شنو غادي يقترحوا عليها خبراء مركز تجميل اللي هي اول وجهه غادي نتوجهوا لها. دونك حنا بالنسبه لنسرين الوجه ديالها صغير وشعرها قوي بزاف واللون ديالها اسود، دونك حنا غادي نبدلوها كومبليتمون وغنحاول نخليو لها الشعر ديالها طويل ودونفي لا ماس سادير لي بيسور لا ماس ديال الشعر ديالها ونبدلو لها اللون ديالها حتى هو باش نصيب واحد اللون اللي يمكن يغطب لها الوجه ديالها ينعم لها الوجه ديالها والشعر ديال عينيها باسكو اللون اسود سي تري دور. دونك غادي نبداو اولا التقطاع ديال الشعر، ومن بعد ما نقطعوا الشعر غادي نمشيو نفتحوا الشعر ديالها، ومن بعد نفتحوه عاد غادي نديروا اللون اللي بغينا. واللي بغينا هادشي كله علاش غنديروا؟ لان الصيف ماجي والاشعه الضوئيه تتبدل، ماشي بحال البرد بحال يامات الربيع والصيف. دونك هذا لون ديال ليتا اي لو برانتون. اول مرحله هي قصه الشعر، فكيف ما لاحظتوا نسرين كتمتع بشعر قوي، لكن لو فوليوم اللي في شعرها كانت هي كلها من وجهها اللي سمحنا ما تنميزوش الحروف ديالو، بما ان غالب التركيز ديال النظره تمشي مباشره للشعر اللي تاخذ حيز كبير من وجهها. سعيد قرر اذا انه ينقص لها من لو فوليوم ديال شعرها، ولكن في نفس الوقت يخلي لها الطول اللي غادي تخدم اونيفيلي. هاد لاكوب غادي تجعل المشتركه اكثر ثقه بنفسها، كما انها غادي تسهل على مساله الكوافاج كل صباح. نسرين شعرك حلو، هذا لونها الطبيعي اللي ما عمرها سبقت لها وبدلاته، لكن اليوم في اطار لو لوكينغ سعيد اقترح انه يغير لو لوك المعتاد ديال نسرين ويدير لون غادي يوالم اكثر فصل الصيف اللي على الابواب، وفي نفس الوقت غادي يعطيها مظهر اصغر وعلى موضه ربيع صيف 2012. اول مرحله في صباغه الشعر هي ان بالياج كاليفورنيا قبل ما ندوزو لثاني مرحله وهي الصبغه، واللون اللي اخترنا تيجي مايل لو سوريز باش يسلط الضوء والاشراقه على وجه نسرين. دابا غادي ندير واحد مكياج امبو طبيعي، وغادي نطبقو ان انتي سيرم بور انلفي لي سيرم. اوكي، ومن بعد الانتي سيرم غندوزو الفون دو تان بور افوار ان تان ليس اي مات ان تان ناتشورال. ايبي ابخي بور المكياج سا فا اتخ ان مكياج فريمون ناتشورال بور الي ترافايي اي فوالا بور افوار بون مين. ثاني محطة في رحلة الجمال غادي توضع نسرين مباشرة في لاكاز مكياج. غادي يبدا سعيد بوضع لانتيسيغ لتغطية الهالات السوداء قبل ما يمر لاستخدام لو فون دو تان اللي تيتخدم بالاصابع ديالو على الوجه كامل قبل ما يبدا بوضع لابودغ من اجل امتصاص الدهون اللي تتسرب من المسام. من بعد ما خدم لو تان تيمر لي ليفغ اللي تيرسم بان كريون، ثم تيعمر بلو بانسو ان روج على ليفغ اي ان غلوس روز. المرحله المواليه هي الاعين، فسعيد غادي يستعمل ان فاغا بوبيير باللون الوردي على المساحه المتحركه ديال الجفن، لون فيولي مغموق تحت على الجوانب الخارجه للعينين
باش كيما تتعرفوا تتحل النظره وتتجر للفوق. هذا اللون فاسي ستومبي باش نحصلوا على لوك نهاري، ثم غادي نستعملوا لاينلاينر لرسم شكل العين وكذلك الكحول. Step to me, ask to hold some money from me until you get your check next week. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? باش يكتمل المكياج العين خاصنا ما نساوش الحواجب اللي تنعمرو بالقلم باش يتبرز الشكل ديالهم. اما تحت منهم فتنستعملوا اون بودغ كلير لجلب الضوء وللحصول على مظهر نقي. المرحله ما قبل الاخيره هي لو ماسكارا اللي اختار سعيد انه يوضع على الشفار التحتانيين قبل الفوقانيين. تنوضعوا لو فغاجو غوز على الوجنتين وهكذا ستكون كملات فقره لو مكياج ديال اليوم. دابا اللي رجعت نسرين من صالون التجميل غادي نقدروا نمروا لفقره ارتداء الملابس. في المشتركه غادي تجرب ثلاثه ديال الكساوي باش تواجه فصل الربيع، كل وحده فيهم تتوالم مناسبه معينه. اول لوك تناسب السهره او شي عراضه للعشاء، وكيف ما غادي يكون سبقتو لاحظتو فلي كولور باستيل هما اللي رجعوا هاد الصيف. داكشي علاش اختارينا اون غوب قصيره بالوان البرتقالي البارد والبيج لتتميزها لا كوب الانيقه ديالها. مع هاد لا غوب ارتدت نسرين ان بوليرو ان دانتيل. بالنسبه للحذاء تم اختيار دي ساندال كومبونسي بيج اللي تتناسقوا مع لو ساك فيرني بنفس اللون. من ناحيه لي اكسسوار فكل ما قل ودل تيكون شيك اكثر، ولهذا اكتفينا بان غورميت اللي تذكرنا بالوان اللبسه. ثاني مظهر تيتبع لا طوندونس كولور بلوك اللي كانت طاغيه هاد السنه. فكيف ما تتلاحظوا نسرين لبسات كسوه حريريه باللون كوغاي اللي ناسقتها مع لا كولور تركواز اللي تنوجدو في لا سانتور لو بوليرو والحقيبه اندر. هاد لا كولور تترجع في لي بوكل دوغي اللي بغيناهم بايحاءات الصخرفه على النمط الاندلسي. اخر قطعه باش يكمل لو لوك وتصبح نسرين واجده لانطلاق الجامعه ديالها هو الحذاء اللي اختاريناه على شكل دي ساندال رائعين وكذلك مريحين. ودابا وصلنا لاخر تونيو اللي تتوالم اطار العمل او اطار رسمي اكثر بدون ما تفقد نسرين الانوثه ديالها. هاد اللبسه هي عباره على كسوه قصيره بالابيض والازرق اللي ارتدينا معها اون فيز دو تايير بلو مارين باش نعطيوها شكل رسمي. واذا كنتي سيداتي ما طويلاش بزاف وضعيفه فهاد الشكل ديال لي غوب غادي يبرزوا لا تاي ديالك وكذلك غادي يعطيوك اون الور ايلونسي. اما بالنسبه للحذاء فكسرنا قوانين تناسق الالوان باختيارنا لدي طالون فيرني غري ميتاليزي وحقيبه بيضاء على شكل سبيدي. ودابا ملي صالا هاد الغولوكينغ عجبني بزاف هاد اللوك جديد. شعر تقطيع ديال الشعر لا كولور ديالو ماكياج جديد لباس وشي دونك اللبس اللي نقدر نلبسو مرتاحه فيه. بالنسبه لي روب جاو على تاي ديالي، جاو معايا ك جين بيتي تاي دونك وشي الالوان على حساب الصيف جاي. دونك الالوان اللي اختاريت كانت مولماني ومولما الفصل اللي جاي. شكرا جنزان على هاد الروكي الجديد. شكرا على الكم الهائل ديال الرسائل اللي كانت وصلوا بها في البرنامج. واليوم غادي نجاوبوا على السؤال ديال صوفيا. عندها 17 سنه وعندها مشكل مع لي بوان نوار في الوجه ديالها. خاصك تعرفي ان طريقه ازاله لي بوان نوار هي تنظيف البشره صباح وبالليل، وحاولي انك ما تقصيهمش لان الا قصيتيهم غادي يوليو على شكل حبوب. وفي الاخير استعملي لوسيون بو جون ا بروبليم كل صباح، وحاولي انك تستعملي من موراها كريم مرطبه للبشره. نتمنى ان هاد النصائح يكون فادوا. حلقه دينوزين بالنسبه ليوم انتهت، نتلاقاو الاسبوع المقبل في نفس الموعد على نفس القناه.